يقول بعض الأطباء إنه يمكن في الوقت الحالي تصنيع الأعضاء البشرية كالرئتين والكبد بالمختبرات في خطوة إيجابية نحو مستقبل أفضل في مجال صناعة الأعضاء البشرية، حيث يأمل الأطباء في نهاية المطاف في أن لا يضطر المريض إلى الانتظار شهورا طويلة والاعتماد على قائمة الجهات المتبرعة. بالحقيقة هناك عدة دراسات انتشرت بالسنوات الأخيرة وما تزال أبحاث جارية لصناعة هذه الأعضاء في المختبرات. ربما سمعتم عن آخر بحث انتشر من أشهر قليلة، وهو صناعة كلية. أخذوا كلية من جرذ ميت وغذوا هذه الكلية بخلايا جذعية وخلايا من كلية من حيوان حي، وأخذوا هذه الكلية بعد أن صنعت في المخبر وزرعوها في جرذ حي وبدأت تعمل. أرى هذه الدراسات مهمة جدا، وأعتقد أنها ستحل مشكلة كبيرة في عالم زراعة الأعضاء. ظاهرة البدانة وارتفاع ضغط الدم من الأمراض الشائعة في الولايات المتحدة، وتفاقم تلك الحالات تؤدي إلى القصور الكلوي، حيث أشار الأطباء إلى أن هذا المرض انتشر بشكل كبير في السنوات العشر الماضية. بالحقيقة لأن القصور الكلوي هو الأكثر شيوعا من القصور الأعضاء الأخرى. القصور الكلوي شائع جدا في العالم، وخاصة في دول العالم الغرب والولايات المتحدة بالتحديد. والسبب في ذلك أن أسباب القصور الكلوي هي أسباب شائعة جدا. السببين الأساسيين للقصور الكلوي هو الضغط، ارتفاع الضغط، ومرض السكري. وتصور هاو كم شائعين هذين المرضين في الولايات المتحدة ودول العالم الغربي. فحوالي 40% من مرضى السكري يتطور مرض القصور الكلوي لديهم. مستشفى جونز هوبكنز بدأت في السنة الماضية وعبر الفيسبوك إطلاق بعض الحملات للتبرع بالأعضاء، لعلها تكون خطوة تساعد من رفع مستوى الوعي حول الحاجة إلى التبرع بالأعضاء البشرية. ففي يوم واحد خلال العام الماضي سجلت أكثر من 13 ألف حالة تبرع بالأعضاء عبر هذا الموقع. صحيح، أنا مؤيدة لأي فكرة تزيد من التبرع وتزيد من وعي المواطنين للتبرع، إن كان فيسبوك، إن كان أي مواقع أخرى على الإنترنت، تلفزيون، راديو، أي وسيلة تؤدي إلى توعية المواطنين وجعلهم ينتبهون إلى أهمية التبرع، أنا مؤيدة تماما. وكما ذكرت، الفيسبوك هذه الفكرة بالحقيقة نشأت من جونز هوبكنز. السنة الماضية طلبوا من الفيسبوك أن كل شخص مشترك بالفيسبوك أن يضع، إن كان يريد أن يكون دونر أو متبرع، فساعدت كثيرا. وبالحقيقة نرى هؤلاء المتبرعين يأتون إلى جونز هوبكنز من خلال فيسبوك ومن خلال الناس يعرفونهم يريدون أن يتبرعوا. تتم معظم عمليات نقل الأعضاء البشرية بعد موت الإنسان، لكن بعض الأعضاء يمكن التبرع بها أثناء الحياة، وبحسب قول الأطباء فإنها لا تؤدي لأي مضاعفات إلا نادرا. ويؤكد هؤلاء على أهمية البعد الإنساني في عملية التبرع. تتضاءل مخاطر عمليات التبرع أمام المكاسب النفسية بعدم فقدان شخص عزيز، بالإضافة إلى التداعيات الكثيرة حول الانتظار على قائمة المتبرعين. فالمتبرع يزرع الأمل في نفوس الكثيرين ويعطي فرصة لآلاف الأشخاص الذين يعانون من الألم والحرمان بأن يعيشوا حياة خالية من المعاناة. زياد طارق لبرنامج اليوم على الحرة من أمام مستشفى جونز هوبكنز ماريلاند.